نعم، يعني عادة ما كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيودا على دخول المصلين من الضفة الغربية، ولكن في السنوات الماضية كانت تسمح لمن هم فوق 40 عاما مثلا من الدخول دون اشتراط الحصول على تراخيص وتصاريح خاصة من الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. ولكن في هذه المرة بحسب هيئة البث الإسرائيلية فهناك قيود ستكون حتى من جيل 45 حتى 60 عاما يشترط من الرجال حصولهم على هذه التصاريح الخاصة، ومن هم فوق 60 عاما سيسمح لهم بالدخول من الضفة الغربية وتجاوز الحواجز العسكرية التي تفصل الضفة الغربية عن مدينة القدس. ولكن هذه القيود لن تفرض على أهالي مدينة القدس أو على الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الخط الأخضر، هي تقييدات فقط بحق المصلين من القادمين من الضفة الغربية. وكما نعرف في كل عام هناك الآلاف من الفلسطينيين الذين ينتظرون هذا الشهر بالتحديد شهر رمضان للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، لا سيما وأن قيودا شديدة وكثيرة تفرضها السلطات الإسرائيلية على تنقل الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس. ولذلك كانوا يرون في شهر رمضان فرصة للدخول والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. الآن الحديث مختلف، على الرغم من اتخاذ الكابينت قرارا بعدم إلغاء التسهيلات التي اتفق عليها مع الملك الأردني أو مع خلال المحادثات التي جرت في الفترة الماضية، وقرار الحكومة الإسرائيلية وضع تسهيلات ما تسميها بتسهيلات على الفلسطينيين وذلك تجنبا للتصعيد الأمني. ولكن الآن نرى أن هناك قيودا، هذه القيود على ما يبدو أن الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس هي من دفعت بها وهي من طالبت الجهات الحكومية بفرض هذه القيود. أيضا اليوم زار كل من وزير الأمن ورئيس هيئة الأركان زارا الفتحات الموجودة في جدار الفصل العنصري. كما نعرف أن هذا الجدار هو جدار يمتد من أقصى شمال الضفة حتى أقصى جنوبها ويفصل الضفة الغربية المحتلة عن داخل الخط الأخضر، ولكن نجح الفلسطينيون في فترات سابقة باختراق هذا الجدار عبر فتحات صنعوها في هذا الجدار للدخول إلى داخل الخط الأخضر. الآن بعد يوم واحد من تسليط الإعلام الإسرائيلي على هذه الفتحات ومنها أيضا ما كان يعني عشرات آلاف المصلين يدخلون من هذه الفتحات من الضفة الغربية الذي وعادة ما كانت السلطات الإسرائيلية ترفض السماح لهم بالدخول، فكانوا يستخدمون هذه الفتحات للدخول إلى المسجد الأقصى المبارك والوصول إلى مدينة القدس. الآن كل من جانتس و كوخافي أطلقا تهديدات بحق الفلسطينيين، تحدثا عن أن العمليات ستستمر في الضفة الغربية وأن العمليات العسكرية لن تكون فقط دفاعية بل ستنتقل إلى الهجوم، أي أننا سنشهد في الفترة المقبلة اقتحامات واسعة للضفة الغربية، اعتقالات أيضا لعشرات الناشطين. حتى الآن ما لا يقل عن 40 فلسطينيا اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية فقط خلال يومين، وهذا مرجح أن يزداد هذا العدد. وقالوا بأن واتخذ قرارا رئيس هيئة الأركان بإغلاق هذه الفتحات كيف بنشر قوات إسرائيلية عند الثغرات التي نجح الفلسطينيون خلال السنوات الماضية بحفرها وفتحها في جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية. الآن كل الأعين تتجه إلى شهر رمضان، لا نعرف كيف ستسير الأمور في مدينة القدس تحديدا أو في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن كل شيء قابل، كل شيء مفتوح، السيناريوهات جميعها مفتوحة، حتى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك حتى الآن هو لا يملك إجابة محددة إن كانت العمليات المسلحة ستستمر في الأيام المقبلة أم لا، وذلك يعود لأن العمليات التي جرت في الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع كانت هي عمليات فردية، حتى التي حاولت السلطات الإسرائيلية لصق العمليات بجهات خارجية أو داعش، ولكن تبين بحسب التحقيقات الأولية أن من نفذ هذه العمليات نفذها بشكل فردي، وهذا ما يدفع إسرائيل وما يدفع جهاز الشباك إلى الاعتقاد أن ربما لن تذهب الأمور في الداخل إلى انتفاضة مسلحة كما جرى الحال عليه في عام 2000 و2001 بعد اندلاع الانتفاضة الثانية. ولكن أيضا هي غير قادرة هذه الأجهزة الأمنية عن الإجابة على سؤال موحد وواحد عفوا، إن كانت هذه الأمور ستتسع، إن كانت الأمور والتوتر سيتسع أم سيقتصر الآن. ولكن الإجابة الوحيدة ربما تكون في داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، أي
في حال اقتراف المستوطنين الإسرائيليين، استفزازات في داخل المسجد الأقصى المبارك، في حال تكثيف الاقتحامات داخل المسجد الأقصى المبارك، في حال قمع الشرطة الإسرائيلية للمصلين على غرار ما جرى العام الماضي، هذا بالتأكيد بحسب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ما يجري أو ما سيجري داخل المسجد الأقصى المبارك سيكون مقدمة لشرارة هبة شعبية ربما تنتقل بسرعة، لأن فعليا جميع مسببات التوتر هي موجودة، والآن يتم تسليح الإسرائيليين بشكل كبير داخل الخط الأخضر. نشر الجيش الإسرائيلي الوحدات التي اختارها لمساعدة الشرطة هي من وحدات النخبة، وهي تتواجد في مراكز المدن في داخل الخط الأخضر. وخلال اليومين الماضيين فقط، خلال يومين 2500 طلب إسرائيلي للحصول على رخص للسلاح، وهذا عدد كبير جدا بحسب وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي. شكرا.